مرحبا بالجميع، وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. في مقرر مهارات اللغة العربية سوف نتعرض معا إلى بعض الموضوعات التي تتعلق بالإملاء أو بالكتابة في جوانب علمية وجوانب أيضا تخدم المهن والوظائف. نبدأ أولا مع أخطاء شائعة في الإملاء. بعد أن تعرفتم على التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء، على الهمزات، فإن من الضروري التعريف ببعض الأخطاء أو التنبيه إلى بعض الأخطاء الشائعة في الكتابة. يقع كثير من الناس في هذه الأخطاء بسبب جهلهم بالقاعدة، فالكتابة الإملائية قواعد متفق عليها، ليس بالضرورة أن تكون الكتابة متوافقة مع النطق، وإنما هي يعني قواعد متفق عليها. قد يجهلها الكاتب فيخطئ، أو أحيانا يكون السبب كيبورد، الأجهزة تتسبب في ذلك، مثل أن يحدث خطأ مطبعي أو مشاكل تقنية. هذه الأخطاء الإملائية تنتشر بكثرة في كتابة الرسائل القصيرة، في المواقع الإلكترونية، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلانات التجارية، تكثر فيها هذه الأخطاء. نستعرضها معا في إيجاز للجدول الموجود لديكم في المذكرة، لأن كثيرا من القواعد الموجودة فيه تنطبق على ما اختصرناه هنا. أولا سنبدأ بكلمة منذ. الكلمة دائما تنطق منذ، يعني نادرا ما نسمع أحد يقول منذ، لأن الناس اعتادوا أنها تنطق منذ فيظنونها بواو، وهي ليست بواو وإنما هي بضمة. عندنا أيضا كلمة خطأ، هذه همزة متطرفة، سبقت قاعدة الهمزة المتطرفة أنها تكتب على حرف يتناسب مع حركة الحرف الذي قبلها. الحرف الذي قبل الهمزة هنا مفتوح، فالمفروض أنها تكتب على ألف كما هو في جانب الصواب، وكثير من الناس يقع في خطأ أن يأتي بها على السطر، وهذا يحصل أيضا مع كلمة يقرأ، مع كلمة امرأة في الهمزة المتوسطة، وأمثلة كثيرة من هذا. من أمثلة الأخطاء في التاء المربوطة، مثلا عندنا نشوف كلية العلوم الإنسانية، هي كلية العلوم الإنسانية. نميز التاء المربوطة أننا إذا ضبطناها بالشكل، إذا نطقنا الشكل عليها تكون تاء، إذا سكناها تكون هاء، هذه تاء مربوطة. نلاحظ أن بعض الناس يكتبونها بلا نقط وهذا خطأ. قسم اللغة العربية وآدابها، نلاحظ هنا التاء في جانب الخطأ أنها جاءت بلا نقط في اللغة وفي العربية، وأيضا كلمة آدابها لم تكتب عليها الهمزة بالصورة الصحيحة وإنما أهملت منها. أنت ومثلها كنت، خطاب المؤنث كثيرون يتبعونه بياء، وهذا خطأ، خطأ أن يتبع بياء، الصواب أنها كسرة وليست ياء. أو إلى فراشه، هذه أيضا من الأخطاء الشائعة التي تبرز أمامنا بكثرة، أن كثيرا من الناس يأتون أو يكتبونها آوى وليس أوى، هي أوى، أوى ذهب إلى فراشه، آوى سيتغير المعنى، ستصبح بمعنى أنه وضع أحدا مكانه في فراشه، أحد محتاج أن يأوي إلى هذا الفراش. اللاعب المحترف، هي أصل لاعب محترف، إذا جينا نعرفها سوف ندخل على هذه اللام لاما أخرى، هي اللام الشمسية، لام التعريف، وبالتالي فإنه يجب أن نكتب اللامين، إحداهما تنطق وإحداهما لا تنطق. كثيرون لأنهم لا ينطقونها فيخطئون بحذفها، فيكتبون ألاعب المحترف هكذا، وهكذا لاحظ أنه حتى المعنى يعني يصبح مربك. أحب ألا أتأخر هكذا بلام مشددة،
وليس كما في الخطأ أحب أن لا أتأخر، لأنها أدغمت وجرت يعني العادة بأنها تكتب بهذه الصورة، وكثيرون يفصلون أن لا، هي فعلا هي أن ولا لكنها مدغمة، فينبغي أن تكتب ألا وليس أن لا. أحمد ومحمد أو أي عطف، واو العطف لا نضع بعدها مسافة. الخطأ لاحظوا في جانب الخطأ هنا أن قبل محمد مسافة بينها وبين الواو، وهكذا دائما إذا جاءتنا واو العطف أو أي واو من هذه الحروف، ممكن تكون واو معية أو لا، يعني لا يصح أن يؤتى بعدها بمسافة، وإنما تكتب الكلمة بعدها مباشرةً.